تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زميلتكم الطالبة شروق حسونة، بدرس الهندسة الكيميائية بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. راح أشرح لكم إن شاء الله مساق ميكانيكا الموائع. أنا وزميلي المهندس محمد أبو قادون. أنا زميل محمد أبو قادوم راح أشرح أنا جزء، هو إن شاء الله حيشرح الجزء الأكبر في هاي المادة. بداية راح يكون السلايدات اللي إحنا معتمدينهم في الشرح هم سلايدات الدكتور محمد الصالح، دكتور في قسم الهندسة الكيميائية بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. بداية مساق الفلويد ميكانيكس أو CHE 244. كتير في ناس بتدخلوا هذا المساق وبيكونوا كتير خايفين من هاي المادة نتيجة انطباعات تركتها فيهم، يعني زملائهم اللي قبلهم اللي أكبر منهم أو سواء أصدقائهم من أقسام تانية أخذوها قبلهم. كتير في ناس عندهم أفكار إنه بيخافوا من هذا المساق كتير، وإن هذا المساق صعب وغير منطقي، وهو المساق هذا بالعكس تماما. إذا أخذتوه من باب إنه هاي المادة، إذا أخذتها من باب إنها مادة منطقية وبتعتمد على المنطق إلك في الحل في الدراسة بالفهم الحالات اللي رح ندرسها فيما بعد، فحيكون الموضوع كتير أسهل عليك، لأنها مادة عن جد مش معقدة أبدا ومادة سهلة. أهم المصطلحات اللي رح ندرسها في هاي المادة كمقدمة، في عندنا مصطلح اسمه الدنسيتي، الكثافة. طبعا هذا المصطلح احنا أكيد متعودين عليه من أيام المدرسة. في عندنا مصطلح الفراكشن أو الاحتكاك، وبرضه هذا المصطلح احنا مار علينا في المدرسة، بس المصطلحين شوي جداد رح نتعامل معهم بالحسابات. اللي هو أول شيء الفيسكوستي اللي هي اللزوجة، رح نصير ناخذها في عين الاعتبار. والأهم منها هو شيء اسمه رينولد نمبر. الرينولد نمبر هو عبارة عن رقم رح نستخدمه فيما بعد، يعني بهذا المساق والمساقات اللي بعده بشكل كبير جدا، رح تعتمد حساباتنا عليه بشكل كبير جدا. حتى في مساقات رح تعتمدي انه انا اعمل ديزاين لمصنع كامل او ديزاين لانابيب، خط انابيب كامل من مكان من دولة لدولة بالاعتماد على هذا الرقم. بداية نبدأ بالديفينيشنز، المهمات عندي بهذا المساق. نبدأ بالديفينيشنز، المهمات عندنا بهذا المساق. أول شيء عندنا مساق بالديفينيشنز المهمين، يعني أول شيء شو يعني فلويد ميكانيكس كتعريف مأخوذ من الكتاب. بحكي له فلويد ميكانيكس هو عبارة عن دراسة لسلوك الفلويدز سواء كان ات ريست أو إن موشن. لما أحكي فلويد ات ريست فأنا قصدي عن فلما أحكي أنا فلويد ستاتكس فأنا قصدي عن فلويد ات ريست، لما أحكي عن فلويد داينامكس فأنا قصدي عن فلويد ات موشن. في عندي الفلويد هذا مش ساكن مثل هون، يعني هون لنفرض إنه أنا عندي خزان مي لا بدخل عليه مي ولا بطلع منه مي، بس هيك خزان ومحطوط، هذا هو عبارة. بس الفلويد دايناميك إنه يكون الفلويد قاعد بيتحرك مثلا في خط إنتاج، الفلويد قاعد بيتحرك في أنا بالتصنيع، في أي إشي تاني. فهنا بده يكون effect of forces on fluid motion، بده يكون الفلويد هذا أكيد عم يتحرك نتيجة تطبيق قوة عليه، سواء هاي القوة كانت ناتجة عن أي إشي تاني. فهي عبارة عن بالنهاية الفلويد قاعد بيتحرك نتيجة قوة أنا قاعدة بطبقها عليه. أول شي what is a fluid؟ إيش الفلويد؟ الفلويد بيحكي لي، طبعا هاي مجموعة من القوى اللي طبقوها، يعني مثلا هاي الايد اللي على اليمين بتشير الى اشي اسمه شير فورس. في عنا هاي القوى اللي هي قوة الوزن هاي W، وفي عنا قوة الشد بالخيط، مجموعة من القوى يعني التانية. يعني هون من اليسار الكومبريسيف، هون هي قوة الضغط زي ما انتم شايفين هنا باليسار، عبارة عن قطعة معدن أو قطعة معينة
انسوا الفلويد بشكل عام، احنا بنحكي احنا قطعة معدن قاعدة بضغط عليها من فوق بضغط معين، هاي اسمها قوة الكومبرسيف. عندي التنسايل، التنسايل اللي هي قوة الشد، وعندي اللي هي قوة الشير، الشير فورس. الشير فورس اللي هو يعني زي أكتر إشي بتوضحها يعني حركة هاي الإيد على يمين السلايد. طيب بحكي لي إنه a fluid is a substance that deforms or flows continuously under any shear stress. It cannot resist any shear force. الفلويد هو عبارة عن مادة، تمام، تتشوه أو بيحدث إلها تشوه أو بتتبع ال any shear stress. أي shear stress أنا بطبقها عليها وهي ما عندها أدنى درجات المقاومة لهاي القوة المطبقة عليها. والفلويد تتضمن gases, liquids and plasma. هدول الثلاثة هم عبارة عن fluids، بس أنا رح نتعامل بشكل أكتر يعني مع gases والliquids. هل عندي هنا example بحكي لي إيش اللي fluids بهاي الماتيريالز أو المكسرز وإيش اللي not fluids. هلا الأير هو عبارة عن غاز، so it's a fluid. التوثبيست اللي هي عبارة عن معجون الأسنان، يعني هو برضو يعتبر fluid لأنه أي تشوه، يعني أنت مثلاً معجون الأسنان لو تحطه على المعجون على الفرشاية، لو أصبعك خبط فيه بالغلط بصير عادي، يعني بيمشي مع حركة أصبعك، فهو معرض للتشوه ولا يملك أدنى درجات المقاومة، لذلك هو يعتبر فلويد. بلاستيك such as polymers polypropylene. هلا البلاستيك such as polypropylene اللي هو عبارة عن هذا، هيو صورته. خلينا نرجع هون ولا هون، أني أسرع. أوكي هاي صورته هنا أوضح، يعني يمكن هايها، يعني زي ما انتم شايفين هي عبارة زي كأنها بارتيكلز صغيرة، يعني بلاستيكس. فالبلاستيك عبارة عن مادة سوليد، فأكيد مش فلويد. شوغر برضه يعني مادة سوليد ولكن البارتيكلز تاعتها شوي أصغر من البوليبروبيلين، فبالتالي هي عبارة عن إنها مش فلويد. شوغر ووتر ميكسشر، هلا الشوغر لحاله عبارة مش فلويد، ولكن شوغر ووتر ميكسشر هنا صار عندي محلول يعني مي، والمي تعتبر إيش؟ تعتبر فلويد لأنها ليكويد، ما فيشنا بتناقشوا عليها اصلا. طيب الفلويد ان كيميكال انجينيرنج، نيجي نشوف للإشي اللي انا بيخصني في انه انا ليش كمهندس كيميائي قاعد بدرس الفلويد ميكانكس. هلا بدايه انا عندي هنا على اليمين هاي مجموعه من التطبيقات العمليه على الفلويد ميكانكس، رح اتطرق لكم يعني لصورتين منها، صورتين اللي هم رح نستخدمهم بشكل كبير في المساقات اللي بعد هذا المساق اللي هي في عندك هون. عندنا هون على اليمين اللي هو البورم فلويد ان، هو عبارة عن هيت اكسشينجر، انبوب داخلي صغير مع انبوب يحيط فيه كبير. هذا الهيت اكسشينجر بستخدمه مشان اعمل تبادل حراري ما بين سائلين او ما بين نوعين من الغاز، واحد سخن بدي ابرده لغاية ما، او بارد بدي اسخنه لغاية ما، او التنين مع بعض. فبيزبط اني استخدم في هالحالة اشي اسمه الهيت اكسشينجر او المبادل الحراري، بحيث انه بصير عندي تبادل حرارة ولكن من غير ما يصير بينات البارد والسخن اني ميكسينج، بس بصير عندي تبادل بالحرارة من غير اي من غير ما يدخلوا السوائل على بعض. وفي عندي هنا بالصورة اللي تحت بالنص عندي عبارة عن natural gas in والdry natural gas out. هلا natural gas in أنا بدخله على إشي اسمه backed column، backed bit اللي هو عبارة عن column بيكون موجود فيه packing material. هاي packing material إلها أنواع وإلها كل نوع إله استخداماته إله سعره وإله يعني خصائصه الخاصة فيه. هلا أنا بدخل ناتشرال غاز لغاية ما بدي أنقيه أو بدي أسحب منه بعض المكونات اللي موجودة منه في الجو وأطلعه من هذا الكولوم بحيث إني أستخدمه
في الصناعة، أو أستخدمه في صناعة منتج غذائي، في صناعة أي إشي تاني بعد ما يطلع من هذا الكرم. فهون أنا دخلت ناتشورال غاز وطلع لي دراي ناتشورال غاز، فهذا الشيء بدل لي على إنه صار في عندي هون أنا سحبت الرطوبة من الغاز وطلعته إيش، طلعته دراي. طبعا هون في عندي برضو هذا الكرم برضو بنستخدمه، مش مبين بالضبط ايش هو، بس يعني هو برضو يعتبر تطبيق على الفلويد ميكانيكس. هاي اللي هي الصورة اللي على اليسار تحت هي عبارة عن سنتريفوجال. طبعا رح تشوفوا لقدام قد ايه مهم السنتريفوجال والبامبس في مجال الصناعات، مهمين جدا. الفيلدز اوف فلويد ميكانيكس انا وين بستخدم هاي مجموعة من التطبيقات يلي مهمة جدا، يلي بتعتمد بشكل كبير جدا على علم اللي فلويد ميكانيكس. يعني هيكل الطيارة عندنا هون أول إشي، يعني بس أنت تطلع طيارة أنا مثلا ليش الطيارة شكلها مش مربع، ليش الطيارة مثلا بوزها ليش مش مربع، ليش جاي هيك زي ما تحكي انسيابي شوي مع الهواء، إيش أسبابه، ليش حتى تكون شكلها انسيابي مع الهواء. هذا كله، هاي الأسئلة كلها بجاوب عليها الفلويد ميكانيكس وغيرها كتير من التطبيقات اللي أنتوا شايفينها بهاي الصورة. ليكويدز أند غازز. هلا ايش الفرق بين الليكويد وبين الغاز؟ اوكي اتنين فلويدز ولكن اكيد في بيناتهم فرق. بحكي لهم ان ليكويدز الموليكيولز، بالليكويدز بتكون الموليكيولز اقرب على بعض من انها تكون غاز مقارنة بالغازز. لذلك الليكويدز الها دنسيتي اعلى، الها فيسكوزيتي اعلى، الها زجاجة اعلى، يعني الها ريفراكتيف اندكس اعلى اكتر من الغازز. ريفراكتيف اندكس اللي هو انكسار الضوء او مسلسلنا محمد انكسار الضوء على الاغلب انكسار الضوء يس. يعني انا الضوء خلال الغاز ما بصير له هالانكسار الملحوظ زي لما يكون ضوء ماشي خلال الليكويد. اكسبانجن تيست، نشوف الاكسبانجن تيست. بحكي لي انه for the following system what will happen if the piston moves up. For piston moves up in gases حيتمدد الغاز مع كل ما ترتفع، قد ما ترتفع البستون رح يضل الغاز يتمدد. بس بالليكويدز لا، بالليكويدز اللي حيصير انه اذا ارتفع البستون الليكويد حيضل نفس المستوى تاعه قبل ما ترتفع البستون، والفراغ اللي رح يصفي ما بين، لو نفرض انه البستون هاي بالليكويد لو ارتفعت 5 سنتيمتر فوق سطح الليكويد، فالليكويد حيضل بمكانه مش حيتحرك، وحتصير 5 سنتيمتر اللي ارتفعتها البستون منطقة فاضية، بس فعليا هي بتكون عبارة عن بالفابر مملوءة بالفابر بريشر تاع الليكويد اللي كان موجود عندي. هاي معادلة، مش معادلة يعني، حالة مهمة بالثيرموداينامك. نيجي نشوف للدنسيتي. الدنسيتي بداية هي عبارة عن ماس بير يونت فوليوم، زي ما بنعرف من أيام المدرسة عبارة عن الكتلة على الحجم. بحكي لها هلأ for liquid density is weak function of temperature and pressure. أنا مهما تغيرت عندي temperature يعني density للliquids بتضلها تقريبا constant على range كبير نوعا ما من ال temperature والpressure. بس بالغازز هذا الاشي ما بنطبق، لأنه تركيبة المولكيولز، طريقة إنه المولكيولز بالغازز تختلف عن المولكيولز بالليكويدز، فبالتالي اي تغيير بدرجه الحراره او في البريشر للغازز، الدنسيتي للغازز راح تتغير بشكل ملحوظ جدا. لذلك ما بقدر اني اطبق رو تساوي يونت ماس بير يونت فوليوم على الغازز، بس بقدر اني اطبقها، ما بقدر اني اطبقها على الغاز بس بقدر اني اطبقها على الليكويدز. فور ايديال غاز، طبعا انا لحتى اعرف قديش الدنسيتي للغازز، هلا الغازز عندي لها نوعين، نوعا ما نوعين رئيسيات احنا اخذناهم في البرنسبلز اللي هم الايديال غاز والريال غاز. هلا انا الاسهل لي دائما اني افترض انه انا عندي ايديال غاز واتعامل مع بي في ايكوالز ان ار تي، وهذا الاشي بيخليني اوصل للجواب بشكل اسرع وبسيط من اني افرض انه هذا الغاز عندي ريال غاز وابدا اجيب كورليشنز كتار وابدا اتعامل مع ثوابت اخرى انا ما بعرفها وانا بغنى عنها اصلا، وانا اصلا هون مش عم بدرس
انترو لحتى ادرس سلوك الغاز بشكل مفصل، فبالتالي يفضل انه بهذا المساق دائما نفترض انه الغاز اللي عندي هو عباره عن ان ايديال غاز، واشتغل على هذا الاساس. البي في زي ما احنا شايفين ايكوالز ان ار تي، وهي معادله الايديال غاز. البي في ايكوالز ام اوفر مولكيولار ويت ار تي. طبعا النمبر اوف مولز هو الان، هنا الان هو عباره عن الكتله على الكتلة المولية، الماس اوفر مولكيولار ويت. طبعا ال P تايمز المولكيولار ويت بتساوي لي ال M اوفر V R T. هنا بس إعادة ترتيب بعديها ال طبعا اوكي. هلا هنا آخر صيغة اللي هو رو بتساوي لي P M W اوفر R T. ال M اوفر V من هون هي عبارة عن شو؟ من الليكويد، هي عبارة عن الرو الدنسيتي، فبالتالي الدنسيتي حطيتها بجنب، والبي ام دبليو اوفر ار تي صارت هي عباره، هاي عباره عن ال هاد البوكس، يلا هذا البوكس هو عباره عن الدنسيتي فور ايديال غاز. نيجي نشوف هون اكزامبل. تيبيكال مود از 70% ويت percent sand، 30 weight percent من الwater. بحكي لي what is the density and the sand is pure quartz. يعني أنا عندي عبارة عن mud. mud تتكون من 70% رمل اللي هو رمل الصوالح، و 30% من المي، يعني رمل ومي مع بعض. فبحكي لي بده الدنسيتي مش للرمل لحال ولا للواتر لحال، بده الدنسيتي للمض كامل. المض هو عبارة عن الساند زائد الواتر، فبده الدنسيتي للمض كامل. هاي باليونت، ما هاي باليونت اسمها بلك دنسيتي، اللي هو الدنسيتي للميكستشر اللي عندك ككتلة واحدة، كبلوك واحد يعني. فبحكي لي انه the sand is pure quartz اللي هو Si2 silicon oxide for which the density yes. والدنسيتي طبعا density للواتر عارفينها، مشان هيك ما اعطاني اياها، وحكي لي انه الدنسيتي ل ال سيدنا محمد الدنسيتي فور مود هي عبارة عن 165 باوند ماس بير فوت كيوب اور 2.65 جرام بير سنتيمتر كيوب.